السلام عليكم. النهارده هنعمل حاجه مصري كده، حكايه بتتاكل مع الفول، بتتاكل مع الطعميه، بتتاكل مع حاجات كتير قوي. المسقعه ممكن تتاكل لوحدها. عايزين بقى تسموها اي حاجه، تسموها مسقعه الفلفل والبطاطس، سموها زي ما تحب. وممكن تبقى طبق جانبي او مقبلات مع الاكلات العاديه زي الملوخيه، بتبقى تحفه مع الملوخيه، بس ساعتها هنشيل البطاطس. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. حاجه كده اساسيه تحفة، تبقى عندكم في التلاجة، تاكلوها جنب اي حاجة، تاكلوها لوحدها كده. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. البطل بتاع الاكلة الاساسي هو الفلفل الحامي او المتوسط، زي ما تحبوا، حامي او متوسط. بقطعه لشرايح، وكمان طماطم مقطعة، ده الاساس بتاعنا. البطاطس بقى حاجة اختيارية، هنشوف هنحطها امتى. وفي الطاسة بتاعتنا بقى هنزل بشوية من الزيت كأني حقلي، بس مش كتير. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت كمية يعني تقريبا ربع الطاسة نفسها، وبعدين هستنى الزيت يغلي كويس جدا جدا كأني حقلي بطاطس عادي او حقلي اي حاجة، وبعدين انزل ساعتها بالفلفل بتاعنا. هسيب بقى الفلفل يتقلي شوية لغاية ما يبدأ لونه يتغير شوية، يعني يبتدي لونه ما يبقاش أخضر قوي، يبتدي يدبل. أهو بصوا الجمال، أنا دخلتكم جوه الطاسة كالعادة، أحب أقرب لكم الصورة وتشوفوا الجمال وأجوعكم شوية. أهو لونه بدأ يتغير، أنزل بقى بالبطاطس بتاعتي اللي متقطعة مكعبات مش كبيرة. دي اختيارية، يعني خطوة البطاطس دي اختيارية، لكن الأساس هو الفلفل والطماطم. اهو بعد مرور حوالي 6 دقايق ل7 دقايق البطاطس ابتدت تاخد لون، ساعتها بقى انزل بالطماطم المكعبات بتاعتي اهي بس، واقلب بقى، وساعتها هوطي النار واسيبهم بقى ياخدوا ويدوا مع بعض ويتسبكوا. الطماطم تسبك الفلفل والبطاطس. هنوطي النار مش هادية قوي، يعني يدوبك مش نفس العلو بتاع القلي، واحط بقى ملح وفلفل اسود، وصدقوني هي مش محتاجة اكتر من كده. التلاتة هياخدوا من طعم بعض وهيدوا طعم يجنن، ما تضيفوش حاجة تضيع الطعم. بصوا الجمال، حاجة كده حكاية. السبايسي بتاع الفلفل بيبقى متوسط، انا جايبة المتوسط، عايزين تعملوا الحامي براحتكم، بس بتبقى تحفة تحطوها جنب اي اكلة، رز وملوخية، رز وخضار، سمك، بتليق على كل الحاجات، وممكن تشيلوا البطاطس وممكن لا. اخر خطوة بقى ان احنا هنصفيها من الزيت وتبقى جاهزة للاكل. خلصنا كده في فيديو سريع حمسة الفلفل والبطاطس والطماطم، سموها بقى حمسة فلفل، سموها مسقعة فلفل. ما تنسوش تفعلوا الجرس، هنعمل مع بعض افكار كتير حلوة اكتر جاية ان شاء الله. باي باي.